هلا والله فيكم حلقة جديدة من قصص مرعبة، ومبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وانتم بخير. قبل ما نبدأ لا تنسون تضغطون زر اللايك واشتركوا بالقناة، وأيضا إذا كنت تخاف لا تكمل. والحين خلونا نبدأ. قصتنا الأولى بعنوان البيت المسكون. قبل أسبوع قررنا أنا وتشارلي وكلير وأندرسون أننا نبحث في تاريخ مدينتنا وعن البيوت المسكونة، ولقينا أوراق عن بيت قديم مهجور موجود في أعماق الغابة، ومذكور أن ممنوع أحد يدخل هذا المكان بسبب المذبحة اللي حصلت قبل سنوات كثيرة. القصة كانت تقول أن في مخلوقات غريبة ومجهول أصلها تسكن في هذا البيت، وكانت تمنع أي شخص يحاول أن يدخل في هذا المكان، وكثير ناس يؤكدون أن الأشخاص اللي حاولوا يدخلوا البيت كانت ضلوعهم مكسورة وعليهم علامات عض، وأي شخص دخل البيت ما في أحد شافه مرة ثانية. وأكيد وحنا بهذا العمر ونقدر نسوي اللي نبي، كنا نفكر أن هذه القصص شيء خيالي ألفوه الناس، وبكذا أخذنا قرار أننا حنا نبحث عن هذا البيت. لو كنا بس تركنا الموضوع وقتها كان الحين كلنا مع عائلنا وعايشين، بس لا لا، رحنا للغابة ودورنا على البيت عشان بس نرضي فضولنا ونعرف ايش الشيء اللي كان يقتل في الناس. لمدة ساعات طويلة كنا ندور على البيت حتى حصلنا سور ضخم وعليه بوابة مقفلة ومكتوب باللون الأحمر انتبه لا تدخل. الشعور اللي حسيته وانا واقف قدام البوابة شيء رهيب، والصمت الغريب مع صوت الرياح، كنت حاس ان في شيء سيء في هذا البيت، لعنة لأي شخص راح يعدي من هذه البوابة. حاولت اقول لأصدقائي أنا نرجع لكن ما في أحد سمعني، وكلهم صعدوا من فوق السور. يا رب يا ليتني رجعت وقتها للبيت. رحت وراهم ومشينا في طريق طويل حتى وصلنا إلى بيت قديم ومكسر، غصون أشجار كانت داخلة من نوافذ البيت. ووصلنا إلى باب البيت وكنت أترجاهم أن نرجع، لكنهم أصر أنهم يدخلون. أول ما فتح الباب كنت أسمعهم وهم يهمسون، كنت أحس أنهم ينظروني، كنت أحس أنهم يبتسمون وإحنا داخلين البيت. أندرسون وشارلي نظروني وقالوا إذا كنت خايف وما عندك جرأة ارجع للبيت. أنا كنت عنيد وما سمعت إحساسي ومشيت من وقتها. كملت معهم ومشينا نستكشف البيت، وما كان في أي إضاءة غير اللي تجي من الباب الرئيسي والنوافذ. دخلنا الغرفة ظلمة كبيرة فيها أرفف وعليها جرة بأنواع مختلفة كثيرة، ما كنا نقدر نشوف إيش داخلها، لو كنا نقدر كان مشينا في وقتها. كلير حصلت كتاب موجود في نص الغرفة وبدأت تقرأ بصوت عالي. الكتاب كان يقول حاولنا أن نهرب لكنهم كانوا يضحكون علينا لأننا ضايعين في متاهة البيت، حاولنا نصرخ لكنهم عضوا حناجرنا عشان يسكتونا، حاولنا نركض لكنهم كانوا أسرع، كانوا يعرفون أن كنا نبي نهرب وكنا نبي نبكي، وكانوا يعرفون أن راح نفقد الأمل في الأخير. كانوا بكل بطء يشوهون أجسامنا ويشربون دماءنا. أي شخص يحصل هذا الكتاب كان الله في عونك، لأنهم الآن يراقبونك. وفجأة قفل الباب والضوء كله اختفى وصار ظلام. كلير كانت الأولى، كنت أسمع الصراخة قبل لا أسمع عظامها تتكسر وأصوات الأحشاء تطلع منها. كنت واقف بشكل ثابت على أمل أن هذا الشيء ما ينتبه لي. أندرسون كان التالي، كان يصرخ حتى سمعت صوت أشلاءه وصوت ضربة عظامه تتكسر بالأرض. كنت أبي أصرخ من الخوف وأهرب لكن ما قدرت، وظليت واقف على أمل أنهم ما يشوفوني حتى بدت الشمس تطلع. ووقتها سمعت آخر أصدقائي في الظلام في نهاية الغرفة، تشارلي، وبنفس الطريقة البشعة اللي مات فيها الباقي. عرفت أني بقيت أنا لحالي حتى طلعت الشمس بشكل واضح، وسمعت أصوات وهمسات وضحكات تختفي بشكل تدريجي في الظلام. وقتها بدأ النور يدخل من النافذة وكنت أسمع صوت هذه المخلوقات تصرخ تحاول تهرب من النور. فتحت الباب وهربت بكل سرعة ورجعت البيت، بس الآن هم برا بيتي، أقدر أسمع همساتهم وأنا أكتب لكم هذا الكلام عشان الكل يعرف إيش اللي صار لنا. الآن هم برا غرفة نومي ينتظروني أنام. قصة ثانية بعنوان الأشباح.
أنا كنت محقق في الأشياء الغير طبيعية، بس في الشهور الأخيرة استقلت من هذا العمل وبدأت أعمل كراوي قصص مرعبة للأشياء اللي اختبرتها في مجال العمل. بعض القصص أخذتها من أصدقائي ولا أدري عن صحتها بكل صراحة، لكن القصص اللي أرويها عن نفسي واللي مريت فيها هي حقيقة. لما كنت في عز شبابي كان عندي طموح أني أكون دكتور، ما كان عندي أي خبر في المستشفيات، عشان كذا قررت أدخل في حملة كانت موجودة اسمها Experience Being a Nurse، باختصار هي تجربة تسمح لك أنك تصير ممرض. كانت التجربة في أقدم مستشفى في البلدة. تعرفون أنا شو أقصد، المستشفيات مكان غريب وحزين، شغل الممرض أنه يساعد المرضى. ما كنت أعرف هذا من قبل، بس المرضى يحسون بالوحدة خصوصا إذا طالت مدتهم في المستشفى. أكيد أهلهم يزورونهم لكن مو طول الوقت، وهنا يجي شغل الممرض أنه يزور المرضى بشكل دوري يسأل عنهم، وهالشي يسعدهم أنه في شخص يتكلم معهم. كنت أظن أن عمل ممرض أسهل من دكتور، ممكن من ناحية التعليم، لكن من اللي شرحته الظاهر أنه ما راح يكون عمل سهل. وصلت المستشفى وكان في الاستقبال وحدة، شرحت لها ليه أنا هنا وابتسمت لي ودلتني على وحدة ثانية. وصلت المرأة الثانية وبدت تفحصني بعيونها وقالت لي أنها بتكون القائدة لليوم، قالت اسمها نورس. بدأت تعلمني عن أقسام المستشفى ومر الوقت بسرعة بدون ما أحس. قلت لها لحظة، المفروض أكون ممرض في اليوم مو بس أتفرج. قالت إيه، أنت راح تكون ممرض في شفت الليل. وبعد ما شرحت لي كل شيء تركتني بالمستشفى وراحت وعطتني ورقة مكتوب فيها رقمها. ما طول انتظار جلست على كرسي وطلعت كتاب كنت أقرأه، وفي دقائق نمت. صحيت من النوم مع نداء لغرفة رقم 207. رحت بسرعة وكانت الغرفة بعيدة عن نهاية المبنى. وصلت الغرفة وأخيرا دخلت. كانت مريضة ترتجف بقوة، قالت لي اسمها لورين، كانت في عمر الثلاثينات. كانت تصرخ أرجوك غير غرفتي، ما أقدر أتحمل هذا المكان. للحظة وقفت ما عرفت شو أسوي، طلبت منها الهدوء وتعلمني على المشكلة. كانت ترجف وأشرت على النافذة وتقول لي هناك في شيء يخوف. رحت فتحت النافذة وما كان في أي شيء غريب، مجرد منظر المبنى الغربي للمستشفى وأنوار الشوارع. كانت تقولي متأكدة أن كان في شيء هناك، وقالت لي كأن وجه بنت متهشم وتناديني. قلت لها أن هذا مجرد خيال وما في أي شيء من اللي تقوله. حاولت أهديها وتركتها ورجعت لمكان أكمل قراءة الكتاب، وما كملت دقائي إلا نداء ثاني، غرفة رقم 207 مرة ثانية. أول ما دخلت كان وضعها أسوأ، ترجف بخوف وتقولي أن كان هنا مرة ثانية وتترجاني أني أنقلها لغرفة ثانية. حاولت أني أهديها وعطيتها علاج يخفف عليها وتركت الغرفة ورجعت، وجلست بحذر في حال أنها بتناديني مرة ثانية، وفعلا نادتني. رحت لها وكانت تصرخ، قالت لي أنها شافت وجه البنت مرة ثانية. رحت أشوف النافذة ما في أي شيء وقفلتها وقلت لها ما في شيء، قالت لي كانت تدخل لو ما قفلت النافذة. ما صار عندي صبر وعطيت المهدئات وقفلت الباب قوة. وأنا أمشي في الممر سمعتها تصرخ، رحت لها ركض وشفتها طايحة بالأرض جنب باب الغرفة. قالت أنا جلست بعد ما قفلت أنت الباب قوة وشفتها قدامي على السرير، حاولت أني أفتح الباب بس مسكتني، قالت لي إنها حبستها داخل. هنا بدأت أظنها مجنونة وشكلها تشوف أشياء ما هي موجودة. اقترحت عليها تروح ترتاح في الغرفة الخاصة بالممرضين. كلمت نورس بعد ما جت، صرحت على كل اللي صار وقالت لي وينها الآن. قلت لها في غرفة الممرضين، لما رحت هناك اختفت. بدت تنظرني برعب وقالت تعال معي. رحنا للقبو تحت، وفي نهاية القبو كان في سرير صغير عليه علامة بحرف بي. طلبت مني أني أشوف وفعلا شفت، وكانت صدمة. هذه كانت لورين، واستغربت قلت لها كيف، أنا قبل 30 دقيقة ما أتكلم معاها. قالت هذه المرأة توفت ليلة البارحة. وقفت بكل خوف ومستغرب، كان في سرير جنبها بالضبط. فجأة تذكرت موضوع شيء اللي يخوف واللي كان دائما تقول عليه، السرير اللي جنبها عليه حرف بي. قلت لها أقدر أنظر عليه؟ ما ردت عليه، لكن ما قدرت أتوقعهم، بس أخذت نظرة بدون إذنها. بعد ما شفت كان راح يغمى عليه، كانت بنت وجهها مهشم. والآن بعد 8 سنوات أي شخص يقول لي كلمة مستشفى أتذكر وجه البنت. وهذه كانت حلقتنا القصص مرعبة. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.